بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده على فضله وإحسانه وإنعامه، وأسأله دوامها وكمالها، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان، وعلينا وعلى ذوينا ومشايخنا وأساتذتنا وأحبابنا وسائر المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. نعم. ثم قول المصنف: هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى والإقرار به. والإيمان هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى والإقرار به. نعم. مجموع هذين الأمرين هو الإيمان. هذا معناه الشرعي كما أفاده الشارح التفتازاني رحمه الله تعالى بقوله: وإذا عرفت حقيقة معنى التصديق فاعلم أن الإيمان في الشرع هو التصديق بما جاء به من عند الله تعالى. التصديق أي تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. التصديق ممكن أفاد الشارح بقوله وشرحه: تصديق النبي، أن الألف واللام في قول المصنف التصديق عوض عن المضاف إليه. التصديق يعني تصديق النبي صلى الله عليه وسلم. التصديق يكون محله القلب، محل التصديق القلب، لذلك قال تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب، هذا بيان لمحل التصديق. وهذا لإفادة التغاير بين التصديق والإقرار. الإقرار محله اللسان، التصديق محله القلب. نعم. في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى إجماعا. تصديق ذكرنا معناه يعني قبوله، إذعانه وقبوله وجعله صادقا، هكذا ذكرنا. إذن هذا معنى التصديق هنا، إلى تصديق بالقلب في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى، يعني إذعان حكمه. نعم. إذعان حكم ما حكم جميع ما علم بالضرورة مجيئه، وإذعانه وقبوله وجعله صادقا. قبوله قبول جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى إجمالا، هذا معنى التصديق. وإنه كاف في الخروج عن وحدة الإيمان، ولا تنحت درجته عن الإيمان التفصيلي. فالمشرك المصدق بوجود الصانع وصفاته لا يكون مؤمنا إلا بحسب اللغة دون الشرع، لإخلاله بالتوحيد. وإليه الإشارة بقوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. التصديق بما جاء به من عند الله تعالى لأنه كاف. أي شيء؟ يعني هذا التصديق، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب في جميع ما علم بالضرورة. فإذن لو لم يعلم بالضرورة فلا، لو لم يصدقه فيه رجل مؤمن، لم يصدقه ولم يقبل حكمه فيما لم يعلم بالضرورة مجيئه به، فلا ينافي الإيمان، فلا ينتفي الإيمان بل هو مؤمن. نعم.
لأنه كاف في الخروج عن عهدة الإيمان. عن عهدة الإيمان يعني عن عهدة الأمر بالإيمان. الله سبحانه وتعالى أمر عباده بالإيمان، إذن كيف يخرج من عهدة هذا الأمر؟ يكفي فيه هذا التصديق، يعني تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما علم بالضرورة مجيئه من عند الله تعالى إجمالا، هذا التصديق يكفي إيمانه إجمالا، لا حاجة إلى كون التصديق تفصيلا. تفصيلا يعني يفصل كل ما جاء به ثم يصدقه لا حاجة إليه، بل يكفي قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إذن قوله أن محمد رسول الله شامل أو مفيد لتصديقه في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى إجمالا. قوله أشهد أن محمد رسول الله يفيد هذا إجمالا، هذا القدر يكفي في الخروج عن عهدة الإيمان صار مؤمنا. ولا تنحت درجته عن الإيمان التفصيلي، هذا الإيمان يعني التصديق الإجمالي، هل ينحت درجته عن الإيمان التفصيلي؟ يعني رجل هكذا آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع ما جاء به من عند الله تعالى إجمالا بقوله وأن محمد رسول الله، يعني ومع ذلك لم يكن له اعتقاد بمخالفة شيء مما جاء به من عند الله تعالى، هكذا. فإذا هذا إيمان تصديق إجمالا. هل ينحت درجة هذا الإيمان الإجمالي والتصديق الإيماني عن الإيمان التفصيلي؟ يعني رجل آخر وآمن فصل الأحكام، مثلا هذا الله تعالى موجود ثم هو قديم ثم باق هو واحد وهكذا، يعني يؤمن واحدا 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 جميع ما علم مجيئه صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى ضرورة، يعني هو ثم هذا يؤمن بالصلوات الخمس، يؤمن بالصوم، يؤمن بالزكاة، بالحج، كذا 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 تفصيلا. هل تتفاوت درجتهما؟ لا، بل هما في درجة واحدة، يعني باعتبار الإيمان. لا يقال إن الإيمان الإجمالي أدون من الإيمان التفصيلي، بل في هذا الإذعان والتصديق والقبول يعني الإيمان هما سواء، لا تفاوت بينهما. فالمشرك المصدق بوجود الثاني وصفاته لا يكون مؤمنا إلا بحسب اللغة دون الشرع. لماذا؟ المشرك هو يصدق بوجود الثاني وصفاته، صفات يعني هذا ثاني حي قادر مريد سميع بصير عالم هكذا، يعتقد بكل صفاته، لكن هو أخل بالتوحيد لذلك أشرك بالله تعالى، هو مشرك. إذن يمكن أن يقال إنه مؤمن، يعني هو مذعن بالصانع فقط، مذعن لحكم الصانع، إذن هو لم يؤمن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصدقه في جميع ما علم بالضرورة مجيئه به من عند الله تعالى. لماذا؟ هو صدقه في البعل فقط، في بعل ما علم مجيئه، يعني في وجود الثاني وصفاته فقط، هذا بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يؤمن في جميعه. إذن فالمشرك هذا تفريع من قوله في جميع ما علم بالضرورة لإخلاله بالتوحيد، وإليه الإشارة بقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله، بالله يعني بالصانع، هذا الله هنا أطلق على الصانع، يعني هذا غالب أهل الأديان يعتقدون بصانع، ثم بعدهم بعضهم يشركون بالله تعالى، وهذا
ليس معبودهم كذلك معتقدهم ليس الله حقيقة كما بينه الإمام النووي رحمه الله تعالى في أوائل شرح مسلم من كتاب الإيمان. يعني هذا الشخص يتفاوت، الأشخاص تتفاوت بصفاتهم. فإذا رجل زيد عالم ثم زيد يعني كاتب، زيد شاعر كذا، زيد الكاتب، زيد العالم، زيد يعني الشاعر، زيد الخياط، زيد الجزار، زيد السماك، وهكذا. يعني كل هذا زيد زيد زيد، لكن بالصفات هذه الصفات المختلفة تدل على تفاوت هذه الأشخاص. يعني زيد العالم ليس زيد الخياط، ليس زيد الكاتب، هكذا. كذلك الله تعالى واحد كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص، والله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا لو اعتقد واحد شريكا لله تعالى، هو لم يعتقد بالله تعالى، بل هو يعتقد صانعا أو معبودا أكبرا عنده، إلها أكبرا عنده. كلمة الله هم يطلقون على معبودهم كلمة الله، لكن هذا ليس الله حقيقة. نعم، يعني المشركون ما كانوا يعتقدون بالله سبحانه وتعالى حقا وحقيقة، بل اعتقدوا صانعا ومعبودا وإلها أكبر عندهم، أطلقوا عليه اسم الله تعالى. وهذا الإطلاق خطأ كما كان اعتقادهم خطأ، كما حقق علماء أهل السنة ومشايخنا. نعم، ثم والإقرار به، يعني الإيمان هو التصديق، يعني التصديق فقط هنا ذكر بالحصر، والإقرار به، هذان الأمران. لماذا حصر الحصر؟ يعني نظرا للاعتقاد بعض الفرقة المبتدئة، مثلا المعتزلة جعلوا الأعمال جزءا من الإيمان كما سيأتي. فأما الأعمال كما سيأتي، هم جعلوا الأعمال من مسمى الإيمان، لذلك حصر أفاد بحصره أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، بل مسمى الإيمان التصديق والإقرار، يعني مجموعهما. بعض جعل الإيمان التصديق فقط ونفى الإقرار من مسمى الإيمان، وهذا أيضا خطأ. الإقرار به، يعني الإقرار بما جاء به من عند الله تعالى. الإقرار به، الضمير يرجع إلى ما جاء به من قول المتن. ثم شارح ذكر أي باللسان، هذا شرح ليس شرحا لمرجع الضمير المجرور من قوله، قول المصنف به، ليس ذلك هذا، بل هذا بيان محل الإقرار. والإقرار بأي شيء؟ باللسان. نعم، هناك يعني قاعدة نحوية، حرفان بمعنى واحد لا يتعلقان بمتعلق واحد. نعم، هنا حرفان، هذا كلمة به كذلك باللسان، وما ليس بمعنى واحد بل بمعنيين مختلفين. الإقرار به، الباء للتعدية، التصديق بما جاء، هناك أيضا بما جاء الباء للتعدية. أما باللسان محل الإقرار، لذلك الباء للعالة، معنى العالة. ثم كما سبق في قوله بالقلب، التصديق بما جاء به من عند الله تعالى بالقلب. نعم، إلا أن التصديق ركن لا يحتمل السقوط أصلا. هناك فرق بين التصديق والإقرار، التصديق لا يسقط أصلا، لذلك هو ركن الإيمان. أما الإقرار يسقط في بعض الأحيان، هكذا فرق، لا يحتمل السقوط أصلا، والإقرار قد يحتمله كما في حالة الإكراه،
رجل آمن بقلبه وصدق النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه، لكن منعه مانع من الإكراه من الإقرار به علنا، من النطق بالشهادة بلسانه علنا جهرا، منعه هذا المانع أن يكره عليه ألا يقر به. مثلا أقر عليه أحد من المشركين بالكفرة ألا يقر به، فإذا هو لم يقر به بل قلبه مطمئن بالإيمان موقن بالإيمان. ثم نقدر أنه مات بعد حين، يعني بعد لحظة هو توفي، فهو مؤمن عند الله تعالى وداخل في الجنة. نعم. هكذا. فإذا لو كان على العكس، يعني هو كان ينطق بالشهادة، ينطق بالشهادة، لكن قلبه ليس موقنا بالإيمان، يعني لا يصدقه بقلبه، ثم مات على هذه الحالة، هو يقر باللسان كثيرا كثيرا، قلبه كاذب، هو كافر عند الله تعالى لا شك، يعني هو منافق، هو في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. نعم. فإن قيل قد لا يبقى التصديق كما في حالة النوم والغفلة، قلنا التصديق باق بالقلب، والذهول إنما هو عن حصوله. لأن هنا اعتراض، يعني ينبغي أن يستمر هذا التصديق وإلا يزول الإيمان. الإيمان لو كان تصديقا لو زال عن قلبه التصديق لا يكون مؤمنا، بل يكون يعني غير مؤمن، يخرج عن الإيمان. مثلا التصديق لا يبقى حالة نومه، وكذلك حالة غفلته عن هذا الأمر، بل قلبه مشتغل بأمور أخرى. في هذه الحالة ليس في قلبه التصديق يعني حاضرا. هكذا إشكال. قلنا التصديق باق بالقلب، لم يذهب التصديق من قلبه، بل تصديق باق، والذهول يكون هناك ذهول عن الإيمان عن التصديق، ذهول يعني ضد الحضور. فإذا لم يستحضر هذا التصديق بل يذهل عنه، إنما هو عن حصوله يعني عن وجوده هو ذهل. ولو سلم، يعني لو سلم أن التصديق ينتفي حال النوم والغفلة وأمثالهما، فالشارع جعل المحقق الذي لم يطرأ عليه ما يلعده في حكم الباقي. المحقق يعني الموجود، هو صدقه قبله، فإذا هذا أمر محقق، التصديق المحقق الذي لم يطرأ عليه ما يلعده، لم يطرأ عليه ولم يعرضه ما ينافيه ما يلعده في حكم الباقي، المحقق وفي حكم الباقي. حتى كان المؤمن اسما لمن آمن في الحال أو في الماضي ولم يطرأ عليه ما هو علامة التكذيب. فإذا نفصل هكذا، المؤمن اسم لمن آمن في الحال الآن أو آمن في الماضي ثم ولم يطرأ عليه ما هو علامة التكذيب. هذا الذي ذكره من أن الإيمان هو التصديق والإقرار مذهب بعض العلماء. فيختيار الإمام شمس الدين شمس الأئمة وفخر الإسلام رحمهم الله تعالى. نعم. من هنا بدأ شرع الشارح في بيان الاختلاف في مسمى الإيمان. فإذا ما ذكر نجم الدين النسفي رحمة الله عليه في المتن من أن الإيمان مجموع التصديق والإقرار، ما ذهب إليه شمس الأئمة السرخسي أو سرخسي، شمس الأئمة السرخسي، كذلك فخر الإسلام بزدوي رحمهم الله تعالى. وذهب جمهور المحققون إلى أنه التصديق بالقلب، وإنما الإقرار شرط لا لإجراء الأحكام في الدنيا. فإذا مسمى الإيمان التصديق فقط، الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، يعني ليس من مسمى الإيمان الحقيقي عند الله تعالى. بناء على ما مضى من تفسير الإيمان في المتن، هو الإقرار هو شرط لما لصحة هذا الإيمان عند الله تعالى،
إذن لو صدق ولم يقر به لا يكون مؤمنا على القول الماضي. أما على هذا القول يعني أن الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا، فهذا رجل عند الله يعني مؤمن داخل الجنة. نعم، لما أن التصديق بالقلب أمر باطن لا بد له من علامة، لذلك جعل الإقرار شرطا لإجراء الأحكام في الدنيا. فمن صدق بقلبه ولم يقر باللسان وهو مؤمن عند الله تعالى، وإن لم يكن مؤمنا في أحكام الدنيا. فمن نقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فبالعكس. هكذا يعني ليس هذا مسألة المشرك السابق. هناك رجل مشرك، فإذن هو لا يكون مؤمنا شرعا بناء على هذا، على القولين جميعا. ذاك يعني محترز قوله التصديق في تصديقه في جميع ما جاء به من عند الله تعالى. المشرك لم يصدقه في جميع ما جاء به، بل هو آمن ببعض وكفر ببعض، آمن ببعض وكفر ببعض. هذا مسألة أخرى، يعني هذا متفرع على قوله والإقرار به، هذا هو مما سمى الإيمان. فإذن عند بعض العلماء ليس هذا من مسمى الإيمان عند جمهور المحققين. فماذا فائدته؟ فائدته يبين من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه وهو مؤمن عند الله تعالى، يعني هو يدخل الجنة لا يخلد في النار. وإن لم يكن مؤمنا في أحكام الدنيا، يعني هذا الرجل لو مات لا يدفن في مقابر المسلمين، فكذلك لا يجب على المسلمين تشييع هذه الجنازة، يعني كفنا غسلا دفنا، فهذا لا يجب على المسلمين ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل هو عند الله تعالى مؤمن. ومن نقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق فبالعكس، يعني هو يجب على المسلمين لو مات غسله وكفنه والصلاة عليه ودفنه في مقابر ودفنه، ومع ذلك يدفن في مقابر المسلمين، هو أولى. نعم، يعني إن لم يفعلوا تشييع جنازته يكون كلهم آثمين، هذا معنى كونه مؤمنا في الدنيا، لكن هو عند الله في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. نعم، وهذا هو اختيار الشيخ أبي منصور رحمه الله تعالى، هذا مختار الشيخ أبي منصور الماتريدي رحمه الله. والنصوص معالدة لذلك، يعني الشارح سعد الدين التفتازاني رحمة الله عليه أيضا يميل إلى هذا القول، لذلك أيده بقوله والنصوص معالدة لذلك. قال الله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، فإذا الإيمان في القلب فقط لم يعتبر اللسان والإقرار به. وقال تعالى نسنا آخر وقلبه مطمئن بالإيمان كذلك. وقال تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وقال عليه السلام اللهم ثبت قلبي على دينك وطاعتك، هذا علق الحكم بالقلب، ثبت قلبي على دينك. وقال عليه السلام لأسامة رضي الله عنه حين قتل من قال لا إله إلا الله، حين قتل من قال لا إله إلا الله، يعني أسامة رضي الله عنه قتل رجلا كان من المشركين بعد أن قال لا إله إلا الله قتله، فإذا حين أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلا شققت قلبه، هلا شققت قلبه، ثم لماذا هذا شق القلب، ثم أيقنت أنه ما كان مؤمنا بقلبه، هذا هو معنى السؤال. فإذا هنا أيضا هذا نسبة الإيمان إلى القلب، هكذا كثير من الأدلة. ثم فإن قلت
نعم الإيمان هو التصديق لكن أهل اللغة لا يعرفون منه إلا التصديق باللسان والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يقنعون من المؤمنين بكلمة الشهادة ويحكمون بإيمانه من غير استفسار عما في قلبه. نعم فإذا هذا اعتراض فإن قلت هذا اعتراض على ما؟ على اعتبار التصديق مسمى الإيمان، بل الإيمان الإقرار باللسان فقط. فإذا نكون يعني هناك آراء، أولا يعني مجموع التصديق والإقرار هو مسمى الإيمان، ثم عند جمهور المحققين مسمى الإيمان التصديق فقط. صاحب هذا الاعتراض يقول الإيمان هو الإقرار فقط، لا حاجة إلى أن ينظر ماذا في قلبه أيا كان. يمكن كون الرجل مؤمنا لو أقر بلسانه، هذا الذي يقول. فإن قلت نعم الإيمان هو التصديق لكن أهل اللغة لا يعرفون منه إلا التصديق باللسان. تصديق بأي شيء؟ تصديق باللسان. تصديق باللسان معناه إقرار باللسان في اللغة، معنى الإيمان التصديق. ذكر الشارح فيما مضى هذا التصديق تصديق بالقلب، تصديق بالقلب هذا معنى شرعي، التصديق هو معنى لغوي. أهل اللغة يعرفون أن التصديق تصديق باللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم ثم يؤيد رأيه بقوله والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يقنعون من المؤمنين بكلمة الشهادة. لو نطق واحد منهم من المشركين بكلمة الشهادة يكتفون به، لا يستفسرون ماذا في قلبهم. هذا يدل على أن الإيمان التصديق باللسان يعني الإقرار به. نعم ويحكمون بإيمانه من غير استفسار ما في قلبه. قلت لا خفاء في أن المعتبر في التصديق عمل القلب، حتى لو فرضنا عدم وضع لفظ التصديق لمعنى أو وضعه لمعنى غير التصديق القلبي لم يحكم أحد من أهل اللغة والعرف بأن المتلفظ بكلمة صدقت مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم ومؤمن به. ولهذا صح نفي الإيمان عن بعض المقرين باللسان. لا خفاء في أن المعتبر، جواب هذا لا خفاء في أن المعتبر في التصديق أي شيء عمل القلب، هذا ليس بخفي. حتى لو فرضنا عدم وضع لفظ التصديق لمعنى أو وضعه لمعنى غير التصديق، لفظ التصديق وضع لمعنى لم يوضع لأي شيء من المعاني، أو وضع لمعنى غير التصديق. التصديق يعني غير التصديق القلبي، التصديق هو التصديق القلبي. فإذا هذا جواب عن قول المعترض لا أهل اللغة لا يعرفون به إلا التصديق باللسان، هكذا سأل. فإذا الجواب المنع، يعني لا نسلم أن أهل اللغة لا يعرفون منه إلا التصديق باللسان، بل هم يعرفون وكل أحد يعرفون أن التصديق هو عمل القلب، حتى لو فرضنا قدرنا عدم وضع لفظ التصديق لمعنى، يعني كان لفظ التصديق لغو مهمل، أو وضعه لمعنى غير التصديق القلبي، مثلا تصدق بمعنى أخذ أو بمعنى مشى أو بمعنى قال، هكذا يعني لمعنى آخر. لم يحكم أحد من أهل اللغة والعرف بأن المتلفظ بكلمة صدقت مصدق، لم يحكم أحد من أهل اللغة والعرف بأي شيء أن المتلفظ بكلمة صدقت، رجل قال صدقت، هل يحكم أحد بأنه مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم ومؤمن به؟ لا يحكم أحد. يعني لو تلفظ فقط
نطق فقط ويقول صدقت معناه بدون مع خلاء ذهنه وقلبه عن معنى التصديق عن عمل التصديق. هل يقول أحد أنه مصدق أو يقول كل إنه كاذب في قوله صدقته؟ كل يحكم على هذا الرجل هو كاذب في قوله صدقته لو كان ذهنه وقلبه خاليا عن معنى التصديق. لذلك هذا معلوم لكل أحد. ثم ولهذا صح نفي الإيمان عن بعض المقرين باللسان. قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. من الناس من يقول آمنا ويقول آمنا، هل هو مؤمن؟ ليس بمؤمن. لماذا؟ هو قال آمنا مع ذلك ليس بمؤمن. لماذا؟ آلي خلو بذهنه وقلبه عن معنى التصديق عن عمل التصديق. كذلك قول آخر وقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. نعم إيمان ليس هناك، بل إسلام يعني استسلام الأحكام فقط ظاهرا. وأما المقر باللسان وحده فلا نزاع في أنه يسمى مؤمنا لغة ويجري عليه أحكام الإيمان ظاهرا، وإنما النزاع في كونه مؤمنا بما بينه وبين الله تعالى. نعم مقر باللسان فلا نزاع في أنه يسمى مؤمنا لغة ويجري عليه أحكام الإيمان ظاهرا أيضا هو مؤمن في الدنيا، إنما النزاع في كونه مؤمنا بما بينه وبين الله تعالى والنبي عليه السلام ومن بعده، كما كانوا يحكمون بإيمان من تكلم بكلمة الشهادة كانوا يحكمون بكفر المنافق. أيضا المنافق يعني يتلفظ بكلمة الشهادة يتكلم بكلمة الشهادة. نعم فدل على أنه لا يكفي في الإيمان فعل اللسان. وأيضا الإجماع منقض على إيمان من صدق بقلبه وقصد الإقرار باللسان ومنعه منه مانع من خرس ونحوه، فظهر أن ليس حقيقة الإيمان مجرد كلمتي الشهادة على ما زعمت الكرامية. هم يقولون هكذا، الكرامية قالوا هكذا مجرد كلمة الشهادة الإيمان. ثم ولما كان مذهب جمهور المتكلمين والمحددين والفقهاء على أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان، كما أشار إلى نفي ذلك بقوله ولما كان مذهب جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء على أن الإيمان تصديق بالإيمان بالجنان وإقرار باللسان ذلك عمل بالأركان أيضا كما أشار إلى نفي ذلك بنسختي هكذا داخلا بالكفر وإليه ذهب الخوارج. نعم ولما كان مذهب جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء أن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان أشار إلى نفي ذلك بقوله وأما الأعمال فهي تتزايد في نفسها والإيمان لا يزيد ولا ينقص. نعم هذا مذهب آخر. جعلوه من مسمى الإيمان، هذا جمهور المحدثين والفقهاء والمتكلمين جعلوا العمل بالأركان من مسمى الإيمان، لكن هذا ليس كما فعل المعتزلة. عند المعتزلة يعني هذا شرط الإيمان، بدون ذلك لا يتحقق الإيمان، بدون عمل الجوارح لا يتحقق الإيمان عندهم كما سبق.
أما عند جمهور المتكلمين والمحدثين والفقهاء ذلك بمعنى آخر، يعني هذا كما كان عليه السلف الصالح من أن العمل بالأركان من مسمى الإيمان، يعني كمال ليس شرطا بل هو من كمال الإيمان. هذا فصله الإمام ابن حجر الأسقلاني شيخ الإسلام رحمة الله عليه في فتح الباري في بداية كتاب الإيمان، حين ذكر الإمام البخاري رحمه الله الإيمان يزيد وينقص، أن الإيمان يزيد وينقص، هناك صراحة بيّن المذاهب. نعم، إن هذا مذهب الجمهور هو مذهب السلفي، السلف الصالح، نعم، ليس مذهب السلفيين. نعم، هذا مذهب السلف الصالح، هكذا فرق يعني. ثم بعد ذلك أشار إلى نفي ذلك بقوله وأما الأعمال الطاعات فهي تتزايد في نفسها والإيمان لا يزيد ولا ينقص. فها هنا مقامان إن شاء الله سنقرأ فيما بعد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.